هاي يعتبر هوس الشراء بمعدلات بتزيد عن حاجة الإنسان من المشاكل النفسية اللي بتنعكس بشكل خطير على الوضع المادي للمصاب بهالمشكلة يلي بتعود لأسباب عاطفية واجتماعية. النساء بتسوقوا عادة أكثر من الرجال بسبب دورهم والتزاماتهم اليومية يلي بتفرض عليهم زيارة المحلات، بالإضافة لتسوق العاطفة يلي بيتحكم فيهم بنوع خاص. بتدل الدراسات على وجود ارتباط كبير بين البطالة وهوس التسوق، ومع أنه نسبة البطالة بين النساء بالعالم العربي بتوصل ل 35%، فمعدل النساء العربيات المصابات بهوس التسوق بيتجاوز نسب البطالة. مين قال أنه ببعض الحالات بيكون الإفراط بالشراء سببه نقص عاطفة بيحاول الشخص يعبي بها الطريقة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.